يضبر. ايوه كفو صادق. ايوه يلا شيف ايش راح تطبخ؟ يلا فكيت كلام صادق ترى والله تكلم على مسؤوليتي. جاهز؟ يلا بسم الله. ايش طبخه؟ فكيت الطبق الحار عندنا اليوم دجاج مع الخضار. دجاج مع الخضار عشان نصلح الدجاج مع الخضار بننظف البطاطس الباذنجان الجزر بنقطعه قطع كبار شوي بنقطع البصل بنشوح الدجاج مع زيت راح نشتغل بالجهاز هذا حق هوم إليك هوم إليك جهاز عبقري راح يخدمك وبسرعه يطلع لك الاكله مثل ما لك شايف هون في قدر يعني شغله مش هنا ولا راح تقرب على النار هنا الجهاز هذا اثنين او ثلاثه في واحد هو سخان هو طباخ بدون مي هو مقلى يعني ما شاء الله جهاز مصمم انك تشتغل فيه اي حاجه بالمطبخ بيغنيك عن كثير اشياء الان راح تقطع البصل ها تقطع البصل ناعم اوكي وتنزل بالزيت على الجهاز بعد ما تشغله ايوه تختار عندك الجهاز خيارات متعدده دجاج خضار اختار لي الدجاج بنضغط على دجاج وبنحط الحراره على 200 وبنبدا بالشغل بننزل الزيت بننزل الدجاج نشوحه بس تغير لونه بننزل عليه البصل الطماط الصلصه اول الطماط. شيء انزل فيه هذا وش الزيت الزيت اول شيء زيت الزيتون ايوه بعدين نشوح الدجاج بزيت الزيتون بس تغير لونه بنعطيه البصل وتدريجيا الطماطم الصلصه كلها صغار صغار ولا كبار كبار نقطعهم كبار والدجاج ايضا شيل الجلد منه وقطعه صغار ايه يعني نص كذا يعني هذه الحبه تقطعها زين قلفص بعطيك قلفص الان ان شاء الله نحصل قلفصات زين وبعد والخضار نقطعها كبار عندي كوسه باذنجان بطاطس قرع جزر اوكي اوكي حمست الدجاج بعدها البصل بعدها اضفت الخضار مع الصلصه والفلفل ايه. تمام بس يصير عندك حمسه مسبكه حط لها كوب ماء كوب ماء كوب ايوه وقفل عليها القدر الكهربائي من هوم إليك الطريقه هاي وهذا خط امان شايف هذا قفل قفلته خلاص اشتغل اشتغل معك الان ما بيفتح حتى ترجع تفتحه تمام يلا بس يلا في عندك اي سؤال البهارات عندك البهارات راح نختار بهارات برياني من مقدار راح نختار بهار البرياني من مقدار والبهار العثماني بيناسب الاكله هاي كثير بس الطبخه البارده سهله سهله بيض اومليت راح تقلي لنا بس ابو علي بالله وفرنا بصل ها عشان خسر بس ابو علي ما عندي سكين هيك انت بدك تخسر لنا بصل عليك انا ادفع حق بصله ما عندي بس امشي طيب. امشي نستمتع فلفل حار ما بيجي ما عندي سكين ما عنده سكين يا رجل هنا محمد استعير السكين ما عندي شوف يلا يا ابو علي بدا كسر السكين ما كسرت اللي انكسر يلا ابو علي كسر السكين ما كسرته نحن عم نقول لازم نتعامل مع الاواني كاننا نتعامل مع الاطفال شوف ابو علي يعني ابو علي شو هذا كسر هذا كسر انا تبي طلعتها كامله ولا نزلتها اوه مكسور والله من اول والله ظلمتوني معليش شغل شيء يلا 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 الطبق البارد راح نصلح بيض اومليت في المقلى نحمي المقلى نحط شوي قليل من زيت الزيتون بس حمي بيكونك ضارب البيض في طاسه خافقه خفق مع قليل من الملح حلو وبتنزل فيه بيصير عندك بيض اومليت بتحطه بصحن مفتوح بيض مسلوق بيض مقلي ايه ايه بيض قصدي مقلي مقلي حلو في اسهل من انك تطبخ بيض مقلي لا هذا لا خلاص عندك السلطه هذه الحره قطع الخس كبار طماطم كبار اغسل النعناع البقدونس سوي لي صحن خضار كذا حر بدون سلطه بدون شيء هذا مقلي وهذاك البيض مقلي بصحن بحاله انت رجعت على المقلي شكلك في مشكله بينك وبين لا. المقلي هذه بسيطه هذه بسيطه قطع. حلو من حم من من نولع النار نحط الزيت حلو. نخفق البيض مع قليل من الملح حلو. بس حمي الزيت بنحط البيض وبينقلى من الوجهين تقلبه بتسوي لي قرص اومليت حلو بتحطه بصحن وبتحط جنبه السلطه اسهل من هيك ما في قلفس قلفس يا طويل العمر القلفسات يوميا كيس يوميا كيس بالله كنترول ابعثوا لنا قلفسات الله يخليكم قلفسات عند محتكرون احمد يوميا بنجيب قلفسات اخذ التايمر كم التايمر 5 دقيقة ولا 20
تايمر؟ لا حبيبنا في دجاج هنا. راح نعير لك الجهاز. التايمر 30 دقيقة. الجهاز 30 دقيقة. والله ليه 30 دقيقة؟ 10 دقائق قربها. يطلع لك الأكل ب 20 دقيقة. أنا أشوف نص ساعة نص ساعة. أشوف 10 دقائق تكفي. نص ساعة. طيب التايمر 30 دقيقة يلا عطونا. أحمد. يلا. مين معك؟ واحد اثنين ثلاثة نبدأ يلا شباب. ابدأ لي بالدجاج يا أخي خلينا شدوا الهمة. يلا. ابدأ بالدجاج عشان حتى القمة. تكسب الوقت الدجاج البصل الزيت وبعدين أيوه. شدوا الهمة شباب يلا. ما فيك لفظ ما فيك لفظ ما عليك.